ما هي الآخرة؟ كلمة الآخرة بكسر الخاء مؤنث الآخر، علينا ألا نخلط بين الآخر والآخر، فتلقى الآخرة مؤنث الآخر بكسر الخاء. ما هو الآخر؟ الشيء الآخر الذي يصل متأخرا وقبله أشخاص أو أشياء. مثلا عندما تقول وصل إلى القاعة سعيد وراشد وخليل ووصل آخرا مصطفى، معناها سبقه آخرون وكان هو آخرهم، يعني ليس بعده شخص آخر. هذا معنى آخر، ومؤنته الآخرة. آخر يعني الفرق بين آخر الحركة فقط، آخر لا تعني معنى الآخرة، تعني الشيء اللي يخالف الأول. شريت كتابا في النحو، وآخر في الصرف، يعني آخر يعني كتاب يخالف الأول من نفس الجنس. فكلمة الآخر والآخرة لا تكون إلا شيء يأتي أخيراً.